كان لاجئا في النمسا، اعتقال الصحفي زياد السنجري بعد عودته الى العراق، الصحفي زياد السنجري اللي قبض عليه في محافظه نينوى. تعليقك. يعني شيء مؤسف، شيء مؤسف، صديقنا الاستاذ زياد كان هو من سكان فيينا وانا بعرفه بعلاقه شخصيه بيني وبينه بصراحه وبعرفه عن قرب يعني حتى يعني على مستوى عملي بشكل كتير كبير وكان هو من أهم الناشطين ضد النظام العراقي واللي كان فعلا يكشف ملفات الفساد وملفات يعني الـ الانتهاكات الحقوقية كتير أمور كانت موجودة وكان ضيف دائم على البي بي سي وكان ضيف بيطلع على كتير من القنوات البالغة الأهمية بالعالم فرانس 24 وغيرها من القنوات إضافة إلى أن نمسا ميديا كان ضيف يعني مستمر بكثير من الأمور يعني وكان عم يتحدث يعني احنا مره استضفناه ب 26 11 2021 الصحف زياد السنجري حول وضع اللاجئين في بيلاروسيا يعني كان متحدثا وناشطا باسم العديد من اللاجئين الموجودين بالعالم حول الانتهاكات الحقوقيه والتعامل معهم يعني مع الاسف الشديد مع الاسف الشديد كيف 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 يعني ذهب كيف ذهب الى 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 العراق وعلى اي اساس غرر به والغى لجوء يمكن ما بعرف متخيل على موضوع أني في كان هناك في تنسيق بين النظام العراقي وانا اعتقد لا لا, لا 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 الموضوع بعيد بعيد عن الموضوع بعيد عن النمسا كليا هذا م. هذا قراره الخاص هو م. هو يعني ذهب الى العراق على مبدا يعني يحاول يعالج الحالة العراقية حلا هي حالة عراقية مين يا سيدي الكريم العراق اليوم عبارة عن مزبلة عبارة عن مزبلة من مزابل إيران نفس نفس سوريا نفس لبنان نفس غزة مزابل إيران اليوم لا يوجد بها أنظمة لا يوجد بها قانون اللي يعتقد للحظة أنه سيعالج سيعالج حالة الفساد والمشاكل الموجودة بهذه الدول هذا يحتاج إلى مشفى أمراض عقلية وأعتقد أن الأستاذ الصحفي زياد السنجري كان يحتاج الى مشفى امراض عقليه اذا عند في في اللحظه التي اقتنع فيها انه سيحاول العوده للعراق وبناء بلده من هناك، يعني هذه هذه هذا هذا فعلا شخص مجنون يمكن شخص يمكن مجنون يمكن بالمطلق يمكن يكون طبعا فكره المناضله دي يعني تؤتي لا لا هناك سيدي الكريم الحاله السوريه العراقيه لا ينفع فيها الا الكفاح المسلح. الكفاح المسلح ضد النظام العراقي ضد النظام السوري ضد النظام اللبناني طبعا الميليشيات حزب الله اللي هو مسيطر على النظام اللبناني وايضا ضد الميليشيات الموجوده في 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 غزه والحمد لله التي ارتحنا لجزء كبير منها اذا 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 الذهاب الى هذه الدول هو فعليا مغامره خاسره خاصه اذا كنت انت بتروح عندك عندك طموح سياسي او عندك يعني توجه سياسي معين الذهاب إلى هذه الدول مارو. هو عبارة عن انتحار، عملية لا. انتحار، انتحار، سيدنا ، لا استطاع إلا انتحار